السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحاب بكم أعزائي الطلبة في الحلقة الثانية من منهج قضايا البيئة والتنمية المعاصرة التي سوف نتناول فيها باقي مجالات جغرافيا السكان، ونبدأ بداية بالتعرف على التركيب السكاني. ما المقصود بالتركيب السكاني؟ التركيب السكاني من اسمه تركيب سكاني، فمعنى ذلك أنه عبارة عن تقسيم السكان إلى فئات أو مجموعات، لكل من هذه الفئات أو المجاميع خصائص وسمات تختلف عن الأخرى. للتركيب السكاني عدة أنواع، منها التركيب العمري، التركيب النوعي، والتركيب العمري والنوعي، والتركيب حسب الجنسية، والتركيب الديني، والتركيب التعليمي، وآخر نوع وهو التركيب الاقتصادي. سوف نتعرف على كل نوع من أنواع التركيب السكاني من حيث مفاهيمهم، حيث أن يطلق على التركيب العمري بأنه عبارة عن تقسيم السكان إلى فئات عمرية خمسية أو عشرية، بينما التركيب النوعي فهو عبارة عن تصنيف السكان على حسب النوع من ذكور وإناث، بينما التركيب العمري والنوعي فهو يجمع بين الفئات العمرية والنوع ويمثله في قاعدة الهرم السكاني من فئة الشباب وفئة الأطفال وفي القمة فئة كبار السن. التركيب حسب الجنسية هو عبارة عن تقسيم السكان حسب الجنسية الأصلية للفرد، بينما التركيب الزواجي فهو عبارة عن تقسيم السكان إلى أربعة فئات حسب نوع الارتباط بين الجنسين، من فئة العزاب وفئة المتزوجين وفئة المطلقات وفئة الأرامل. هذه كلها فئات يتم فيها تقسيم السكان وفقا للتركيب الزواجي. بينما التركيب الديني فهو عبارة عن تقسيم السكان حسب نوع الديانة التي يعتنقها الفرد. التركيب التعليمي هو عبارة عن تقسيم السكان لعدة فئات، حسب ماذا؟ حسب آخر مؤهل دراسي حصل عليه الفرد، مثلا من فئة الحاصلين على الشهادة الابتدائية، فئة الحاصلين على الشهادة المتوسطة، فئة الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، فئة الحاصلين على شهادة الجامعية، وغيرها من الفئات يتم تقسيم السكان فيها وفقا لآخر مؤهل دراسي حصل عليه الفرد. آخر نوع من أنواع التركيب السكاني هو التركيب الاقتصادي، ويطلق عليه تقسيم السكان لعدة فئات حسب نوع النشاط الذي يمارسه الفرد، حسب الحالة العملية للفرد، حسب مكان العمل، وحسب نوع المهنة للفرد. سنقارن الآن بين التراكيب التالية بحسب ما هو مطلوب من الجدول. نقارن بين التركيب العمري والتركيب العمري والنوعي من حيث المفهوم والفئات التي يضمها كل من التركيب العمري والتركيب العمري والنوعي وأهميتهم. التركيب العمري سبق وذكرنا مفهومه بأنه عبارة عن تقسيم السكان إلى فئات عمرية خمسية أو عشرية، بينما التركيب العمري والنوعي فهو يجمع بين الفئات العمرية والنوع ويمثله في قاعدة الهرم السكاني. الفئات التي يضمها التركيب العمري فئة الأطفال، وهم الذين يبلغون من العمر منذ الولادة إلى سن 14 سنة، وفئة الشباب وهم اللي تتراوح أعمارهم من 15 إلى 59 سنة، وفئة الشيخوخة وهم الذين يبلغون من العمر 60 سنة فأكثر. بينما الفئات التي يضمها التركيب العمري والنوعي وهي دول فتية ودول ناضجة ودول هرمة. دول فتية هي التي ترتفع فيها نسب صغار السن، ودول ناضجة هي التي ترتفع فيها نسب الشباب، ودول هرمة وهي التي ترتفع فيها نسب كبار السن. أهمية التركيب العمري، لماذا أنا أقوم بتقسيم السكان وفقا للتركيب العمري؟ لما له أهمية في استخراج جداول الحياة والعمر الافتراضي للسكان، وتحديد المرحلة السكانية التي يمر بها المجتمع من مرحلة الفتوة، مرحلة النضج، أو مرحلة الشيخوخة. بينما تكمن أهمية التركيب العمري والنوعي بأن تعتمد عليها الدول في التخطيط المستقبلي، لأن بالتأكيد لكل فئة عمرية متطلباتها الصحية والاجتماعية التي تختلف عن الأخرى. سنلاحظ الآن عزيزي الطالب صور ونحد، والمطلوب منا تحديد المرحلة العمرية التي يمر بها المجتمع. إذا كان هناك مجتمع فيه فئة الأطفال أكبر من فئة الشباب وفئة كبار السن، فيطلق على المرحلة العمرية للمجتمع بمرحلة الفتوة. بينما إذا كان هناك مجتمع فيه نسبة أو فيه فئة الشباب أكبر من فئة الأطفال وفئة كبار السن، فيطلق على هذا المجتمع أو المرحلة العمرية التي يمر بها هذا المجتمع هي مرحلة النضج.
بينما إذا كان هناك مجتمع فيه فئة كبار السن أكبر من فئة الشباب وفئة الأطفال، فالمرحلة العمرية التي يمر بها هذا المجتمع يطلق عليه بمرحلة الشيخوخة نسبة لارتفاع كبار السن فيها. ننتقل الآن لمعرفة ثالث مجال من مجالات جغرافيا السكان، وهو التوزيع والكثافة السكانية. تهتم الجغرافيا السكان بموضوعين مهمين، هما أين يعيش الإنسان، كيف يتوزع الإنسان على سطح الأرض، وما هو العدد المثالي للسكان الذي ممكن أن يعيشون على الرقعة الأرضية دون أن يواجهون أي مشكلة. عندما نريد الإجابة عن هذه الأسئلة لابد من معرفة بأن سطح الأرض ينقسم إلى قسمين، يابس وماء. تشغل نسبة المياه في سطح الأرض بمعدل 70%، بينما 30% المتبقية فهي تشغلها نسبة اليابس، واللي من خلال هذه النسبة سوف يتوزعون سكان على سطح الأرض. طريقة ممكن السؤال في الاختبار: نسبة الغلاف المائي من مساحة الكرة الأرضية يمثله الحرف، طبعا الدائرة البيانية المظللة هي المقصودة، و70% تمثلها الدائرة البيانية ألف. دلل على صحة العبارة: تحكم التضاريس والمناخ في توزيع السكان. هل 30% اللي هي عبارة عن نسبة اليابس كلها يتم فيها توزيع السكان، أم هناك تضاريس ومناخ يحكمون في التوزيع السكاني؟ هناك بيئات يصعب على الإنسان أن يعيش فيها، منها البيئات شديدة البرودة، مثال على ذلك الصحاري الجليدية والقطبين الشمالي والجنوبي، وبيئات شديدة الجفاف منها الصحاري الرملية كالصحراء الكبرى الربع الخالي، والبيئات الحارة المطيرة، مثال على ذلك الغابات الاستوائية، وبيئات عالية الارتفاع كالجبال. هذه كلها بيئات يصعب على الإنسان أن يعيش فيها، فبالتالي أثبتنا صحة العبارة بأن تحكم التضاريس والمناخ في توزيع السكان. طيب، هل هناك عوامل تؤثر في التوزيع السكاني؟ هناك عاملين يؤثرون بالتوزيع السكاني، وهي عوامل طبيعية وعوامل بشرية. من العوامل الطبيعية التي يؤثرون في التوزيع السكاني: الموارد المائية، درجة تضاريس سطح الأرض، المناخ والتربة، والخامات الموجودة في باطن الأرض. هذه كلها تندرج تحت العوامل الطبيعية التي تؤثر في التوزيع السكاني. بينما العوامل البشرية فتتضمن العامل الديموغرافي اللي هو خصائص السكان، والنقل بين مراكز تجمع السكني، والعامل التكنولوجي، والعامل الحضاري. هذه كلها عوامل بشرية تؤثر في التوزيع السكاني. ننتقل الآن لمعرفة مفهوم الكثافة السكانية. ما المقصود بالكثافة السكانية؟ هي عبارة عن عدد الأفراد في مساحة محددة من سطح الأرض داخل المدينة. فمعنى ذلك بأن الكثافة السكانية عبارة عن عدد الأفراد وعبارة عن مساحة محددة من سطح الأرض. للكثافة السكانية أنواع، منها الكثافة الصافية، كثافة اقتصادية، كثافة عامة، وكثافة فيزيولوجية، وكثافة زراعية. لكل من هذه أنواع الكثافة قوانين راح نتعرف عليها الآن. قانون الكثافة الزراعية هي عبارة عن عدد السكان الزراعيين تقسيم مساحة الأراضي الزراعية. بينما الكثافة الفيزيولوجية فقانونها هو جملة عدد السكان تقسيم مساحة الأراضي الزراعية. بينما الكثافة العامة فهي عبارة عن جملة عدد السكان تقسيم جملة مساحة الإقليم. الكثافة الصافية جملة عدد السكان تقسيم جملة المساحة المسكونة فعلياً. بينما الكثافة الاقتصادية فهي جملة عدد السكان تقسيم جملة الدخل. هذه كلها قوانين أنواع الكثافة السكانية، وسوف نطبق عليهم من خلال المسائل، ولكن نحتاج منك الآن عزيزي الطالب آلة حاسبة لاحتساب المسائل القانونية. هناك مسألة معطياتها تكمن كما هو موضح أمامك عزيزي الطالب عن طريق جدول، حيث أن جملة مساحة المدينة تقدر بحوالي 80,000 كيلو متر مربع، ومساحة الأراضي الزراعية تقدر بحوالي 5,000 كيلو متر مربع، وجملة عدد السكان ويبلغون 400,000 نسمة، وعدد سكان الزراعيين يبلغون 300,000 نسمة. المطلوب عزيزي الطالب حساب الكثافة العامة. سبق وذكرنا بأن الكثافة العامة هي عبارة عن جملة عدد السكان تقسيم جملة مساحة الإقليم.
نرجع لمعطيات السؤال، حيث أن تبلغ عدد السكان 400,000 نسمة، وجملة مساحة الإقليم هي عبارة عن 80,000 كيلومتر مربع. إذن 400,000 تقسيم 80,000 ونحطه بالآلة والناتج راح يكون 5. ومدلول القانون مهم جدا تكتبه عزيزي الطالب في نهاية المسألة، وهي نسمة لكل كيلومتر مربع. المطلوب أيضا حساب الكثافة الزراعية. سبق وذكرنا بأن الكثافة الزراعية هي عبارة عن عدد السكان الزراعيين تقسيم مساحة الأراضي الزراعية. نرجع لمعطيات السؤال ونلاحظ بأن عدد السكان الزراعيين هما 300,000، بينما مساحة الأراضي الزراعية فهي 5,000 كيلومتر مربع. فإذا 300,000 تقسيم 5,000 ونحطه بالآلة والناتج راح يكون 60، والمدلول مثل ما ذكرنا نسمة لكل كيلومتر مربع. هناك مسألة أخرى معطياتها تكمن عن طريق فقرة. إذا كانت المساحة داخل دولة ما تقدر بحوالي 100,000 كيلو متر مربع، ومساحة أراضيها الزراعية 40,000 كيلو متر مربع، وعدد سكانها الكلي 2,000,000 نسمة، يعمل منهم بالزراعة 800,000 نسمة. إذا كان المسألة في هذه الطريقة، فمن السهل لك عزيزي الطالب أنك تحط المعطيات على صوب علشان تكتب القانون وتعوض بالمعطيات بدون ما ترد على المسألة وتبحث عن المطلوب. المطلوب في هذه المسألة حساب الكثافة الفيزيولوجية. سبق وذكرنا بأن الكثافة الفيزيولوجية عبارة عن جملة عدد السكان تقسيم جملة مساحة الأراضي الزراعية. نرجع لمعطيات السؤال، جملة عدد السكان هم 2,000,000، وجملة مساحة الأراضي الزراعية عبارة عن 40,000، فمليونين تقسيم 40,000 ونحطهم بالآلة والناتج راح يكون 50، ومدلول القانون نسمة لكل كيلومتر مربع. أمامك عزيزي الطالب خريطة توضح لنا نسب الكثافة السكانية في العالم، حيث أن تدرج الألوان الأسفل الخريطة يوضح نسب الكثافة السكانية بالتدريج من الأفتح إلى أغمج لون. نلاحظ في هذه الخريطة بأن قارة أستراليا هي أقل قارات العالم من حيث الكثافة السكانية. طريقة ممكن السؤال في الاختبار، القارة الأقل سكانا يمثلها الحرف، طبعا مثل ما ذكرنا قبل شوي بأنها هي قارة أستراليا المتمثلة خريطتها بالإجابة ألف. يختلف توزيع وكثافة السكان حسب دوائر العرض المختلفة موزعة على النحو التالي: أقل من 10% من سكان العالم يعيشون بين دائرتي عرض 0 إلى 20 شمالا وجنوبا، و 50% من سكان العالم يعيشون بين دائرتي عرض 20 إلى 40 شمالا وجنوبا، و 30% من سكان العالم يعيشون بين دائرتي عرض 40 إلى 60 شمالا وجنوبا. طريقة ممكن السؤال في الاختبار، نسبة سكان العالم بين دائرتي عرض 20 إلى 40 شمالا وجنوبا يمثله الشكل البياني المقابل للحرف. طبعا مثل ما ذكرنا بأن نسبة سكان العالم اللي يعيشون بين دائرتي عرض 20 إلى 40 هم يبلغون 50% المتمثلة بالعمود البياني باء. ننتقل الآن إلى آخر مجال من مجالات جغرافيا السكان، وهو الانفجار السكاني. ما المقصود بالانفجار السكاني؟ هو عبارة عن زيادة عدد السكان بمعدلات نمو لا تتفق مع معدلات التنمية الاقتصادية، يعني زيادة هائلة في عدد السكان. طيب هل هناك نتائج تترتب على الانفجار السكاني؟ هناك عدة نتائج، منها الضغط الشديد على الموارد البيئية. بالتأكيد كل ما زاد عندي عدد السكان كل ما زاد الضغط على الموارد البيئية، وسرعة تدهور واستنزاف البيئة، ومشكلات بيئية واجتماعية واقتصادية. كل ما كثر عندي عدد السكان كل ما زادت مشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية. طيب هل هناك إجراءات نستطيع من خلالها الحد من مشكلة الانفجار السكاني؟ هناك إجراءين، وهما تشجيع الدول النامية على الحد من معدلات النمو السريعة، والتخطيط السليم للاستفادة من الموارد البيئية. هذه كلها إجراءات نستطيع من خلالها الحد من مشكلة الانفجار السكاني. أمامك عزيزي الطالب أعمدة بيانية توضح نسبة السكان بالمليار نسمة، حيث أن تبلغ عدد السكان في عام 1850
بمعدل مليار نسمة، وفي عام 1930 فقد زاد عدد السكان إلى أن وصل 2 مليار نسمة، وفي عام 1975 فزاد عدد السكان أكثر إلى أن وصل إلى 4 مليار نسمة، وفي عام 2007 فقد زاد عدد السكان أكثر إلى أن وصل إلى 6.5 مليار نسمة. نلاحظ من خلال هذه الأعمدة البيانية، أو عندما نريد أن نستنتج حقيقة من خلال هذه الأعمدة البيانية، نلاحظ بأن تزايد السكان تم بشكل مستمر. ممكن طريقة السؤال في الاختبار استنتج من الشكل السابق حقيقة مثل ما ذكرنا بأن عدد السكان في تزايد مستمر، وممكن طريقة تحويل هذه الأعمدة البيانية إلى جدول إحصائي منها نحط السنة وعدد السكان بالمليار. لذلك يتوقع الباحثون بأن سيكون هناك مشكلات خطيرة بيئية واجتماعية نتيجة للزيادة الهائلة في عدد السكان. ومن هنا ننتهي من حلقة اليوم، شكرا لمتابعتكم.